بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلابنا الأعزاء، أرجو من الله الكريم أن تكونوا جميعا بخير وبصحة جيدة. استكمالا لما بدأنا فيه من محاضرات البيولوجيا الجزيئية الخاصة بطلاب الطب المخبري في جامعة الإسراء، تحدثنا في المحاضرة السابقة عن عدة أمور لها علاقة بالـ DNA replication like DNA polymerase, the different type of DNA polymerase, the number of DNA polymerase in prokaryote and eukaryote, كيف يتم مضاعفة الـ DNA، ما هي أهم الخطوات التي تمر بها عملية المضاعفة، وتوقفنا في النهاية عند مصطلح يسمى leading strand and lagging strand. ما هو متعارف عليه أن المادة الوراثية محملة على الكروموزوم، والكروموزوم هو عبارة عن two sister chromatid. المادة الوراثية موجودة على شكل كوندنس بنسميها كروماتين. لو أنا فرضت هذا الكروماتين هلاقي في عندي دبل ستراند دي ان ايه بشكل هيليكال. الدبل ستراند دي ان ايه لازم يصير له حاجة بنسميها ديناتوريشن علشان يقدر الإنزيم وهو الدي ان ايه بوليميريز يرتبط ويبدأ يعمل الإيلونجيشن للستراند، وكل ستراند تعطيني ستراند جديد. وقلنا في عندي كونزرفاتيف وسيمي كونزرفاتيف از اند برودكت. حكينا ايضا انه الدي ان اي بوليميريز ما بيشتغل وما بيبدا يعمل بيلدينج واضافه لنيوكليوتايد الا في اتجاه جديد 5 3 برايم، علشان كده البرايمر لازم يرتبط مع النقطه 3 برايم الموجوده في الاوريجينال ستراند، وبناء عليه هيجي الدي ان اي بوليميريز يبني على هذا البرايمر ويعمل لي اولونجيشن في اتجاه 5 برايم 3 برايم للستراند الجديد. ولكن المشكله التي تظهر انه الدبل ستراند دي ان ايه ما بيكون كومبليتلي سيباريشن، علشان يبدا من 3 في الاوريجينال ومن 3 في الاوريجينال السكند ستراند، فبيكون بارشلي سيباريشن بارشلي ديناتوريشن. فهيكون للستراند العلوي اللي الخاص ب 3 برايم 3 اليه معينه للريبليكيشن، والستراند السفلي اللي بيكون اصلا ال 3 برايم مشغوله بينما ال 5 برايم فارغه 3 إلو آلية أخرى وجديدة في عملية الريبليكيشن. Both strand DNA end by beginning synthase from 5 prime to 3 prime, but the process is involved. Process involves different mechanism. كلا الستراند لازم يكون عملية الريبليكيشن الخاصة فيهم 5 3 برايم، ولكن طالما 3 برايم في العلوي free وال 3 برايم في السفلي occupied، هيكون في عندي طريقة مختلفة للريبليكيشن. ملاحظة مهمة، الستراند الذي يتم مضاعفته بشكل متواصل من 5 ل 3 برايم بنسميه ليدنج ستراند. الليدنج ستراند يتم فيه تخليق الدي ان اي بشكل متواصل وفي اتجاه معين 5 3 بدون قواطع وبدون فواصل. نيوكليوتايد سوف تضاف على الليدنج ستراند واللاجنج ستراند الاخر، النيو ستراند بنسميها ليدنج ولاجنج. الليدنج هو نيو ستراند يخلق بشكل متواصل، اللي هذا الليدنج ستراند. اللاجنج ستراند هو النيو ستراند ولكن يخلق على مراحل، هنشوفها كمان شوي. عملية النيوكليوتايد اديشن تضاف على كلا الستراند الليدنج واللاجنج ستراند في نفس الوقت وبنفس النسبة، لأنه في عندي 3 جي لازم يكون في عندي 3 سي، بناء على القاعدة اللي أخذناها إنه نسبة الجوانين للبراميدين 1 لواحد، نسبة الـ A للـ C الـ A للـ T 1 لواحد، الـ C للـ G 1 لواحد. ولكن رغم إنه يضاف النيوكليوتايد بنفس الطريقة وفي نفس الوقت وبنفس الريشيو، إلا أنهم يتم في استخدام 2 different DNA polymerase لكل ستراند DNA polymerase خاص فيه. هذا بالنسبة للليدنج ستراند. طب شو اللاجنج ستراند؟ اللاجنج ستراند هو الجزء الاخر او الستراند الاخر من الدي ان اي التي تكون نهايته اللي هي عباره عن 3 برايم مشغوله غير فارغه، بينما ال 5 برايم فارغه فري، فلا يستطيع الار ان اي بوليميريز ار ان اي برايم ان يرتبط بهذه النقطه، فبالتالي ما بيستطيع الدي ان اي يعمل بوليمرايزيشن او اولونجيشن بشكل كونتينيوسلي، صعب عليه، فبسميه لاجنج ستراند. فاللاجنج ستراند هو عبارة عن
ستراند من الدي ان ايه يحدث له عمليه ريبليكيشن ولكن مش كونتينيوسلي، بنسميه ديسكونتينيوس دي ان ايه ريبليكيشن. اون ذس ستراند الدي ان ايه از كوبيد ان شورت سيجمنت، الدي ان ايه يتم مضاعفته على شكل فراجمنت. الفراجمنت هذه قدرها من 1000 ل 2000 نيوكليوتايد في البروكاريوت ومن 100 ل 200 نيوكليوتايد في الايوكاريوت، يعني بيصير تضاعفه تضاعف مجزأ على مراحل. كل مرحلة بتضيف 10 100 ل 200 نيوكليوتيدا في الايوكاريوت ومن 1000 ل 2000 نيوكليوتيدا في البروكاريوت. في اتجاه شو؟ moving in the against the direction of replication frog، يعني ضد الريبليكيشن فروج. يعني لو الريبليكيشن فروج تمشي من اليمين لليسار في الليدنج ستراند، في اللاجنج ستراند عملية المضاعفة حتكون من اليسار لليمين. شو السبب؟ لأنه 3 برايم في اللاجنج ستراند موجودة اتجاه اليسار ومغلقة، فبيكون لي فراجمنت الريبليكيشن تبعتها بتكون من اليسار لليمين عكس الريبليكيشن فروج. طبعا هذه الشورت فراجمنت اللي صنعناها او اللي صنعها الدي ان اي بوليمريز اول ما تم اكتشافها كان في عام 1969 وسموها اوجازاكي فراجمنت، قطعات اوجازاكي، اوجازاكي فراجمنت. لاجنج ستراند ريبليكيشن ريكوايرد، عشان يصير ريبليكيشن لللاجنج ستراند شو بيحتاج؟ عد عندك، بيحتاج برايمر فينفيز زيه زي الليدنج، بيحتاج الونجيشن زيه زي الليدنج، بيحتاج برايمر زيه زي الليدنج، وبرايمر ريموف وجاب فيلينج وجوينت اوف اوجازاكي. هنا الخلاف انه فيش عندي حاجه اسمها اوجازاكي فراجمنت في الليدنج ستراند، بل تتكون في اللاجنج ستراند. اذا احتياجات اللاجنج ستراند لكي ينتج ويحدث له عمليه تضاعف: برايمر، اولونجيشن، برايمر ريموفينج، جاب فيلينج، جوينت اوف اوجازاكي فراجمنت. الصوره بتوضح الكلام اللي انا قلته. اللي باللون الازرق الغامق هي عبارة عن الأوريجينال دي ان اي، بيبدأ 5-3 من اليسار والسفلي 3-5 من اليمين. علشان يصير عملية الريبليكيشن بيصير أول حاجة اسمها بارشال ديناتوريشن للدي ان اي في منطقة الانفصال، بنسميها ريبليكيشن فروج. هاي المنطقة هي منطقة الانفصال أو منطقة بداية الديناتوريشن، بنسميها ريبليكيشن فورك. ريبليكيشن فورك هيصير انفتاح تباعد ما بين الدبل ستراند دي ان اي، هيجي الار ان اي برايمر هيرتبط مع المنطقه اللي فيها 3 برايم فري وهو العلوي، بعدين بيجي الدي ان اي بوليميريز بيبني في هذا الاتجاه، فالناتج ستراند جديد بنسميه ليدنج ستراند لانه تكون بشكل متواصل اتجاهه 5-3 لاجنج ستراند. خلينا نقول انزيم اسمه الهيليكيز انزيم بيعمل unwinding أو partially denaturation للدي ان اي في منطقة اللي هو عبارة عن دي ان اي دبل ستراند، في منطقة بنسميها replication fork. single strand binding protein stability unwinding paternal دي ان اي. إذا أول شغلة في عندي الهيليكيز انزيم هذا بيعمل partially denaturation أو separation للدبل ستراند دي ان اي في منطقة بنسميها replication fork. بعدين بيجي حاجة بنسميها single strand binding protein بيرتبط في الستراند الخاصة بالدي ان اي عشان يحافظ على الاستابيليتي وما يرجعش يرتبط مرة تانية. بعدين بيجي البرايمر بيرتبط مع الثري برايم الحرة وبيبدأ الدي ان اي بوليميريز يبني في اتجاه 5-3 بشكل كونتينيوسلي، فبسميه ليدنج ستراند. نيجي للستراند السفلي اللي اصلا الثري برايم الخاصة فيه ما زالت محتلة مقفلة، ما وصلهاش الهيليكيز انزيم عشان يعمل لي كومبليت سيبريتد. فبيجي برايمر بنسميه RNA برايمر بيرتبط مع الكومبليمنتري الخاص فيه، بعدين بيجي دي ان اي بوليميريز اخر يختلف عن الدي ان اي بوليميريز الاول، بيكون لي فراجمنت من 100 ل 200 نيوكليوتايد في الايوكاريوت، 1000 ل 2000 نيوكليوتايد في البروكاريوت، بسميها اوكازاكي فراجمنت على مناطق مختلفة. بعد كده الاوكازاكي فراجمنت اتكونت، باجي بستبدل ال RNA برايمر بدي ان اي سيكونس عن طريق انزيم يعمل ريموفينج بيعمل ريموفينج للار ان اي برايمر بنسميه اكزو نيوكليز انزيم، هنتكلم عنه بشكل منفصل. بيعمل ريموفينج للار ان اي برايمر، بعد كده يستبدل السيكونس اللي كانت مكانه ار ان اي بدي ان اي سيكونس عن طريق ذا سيم دي ان اي بوليميريز.
بعد كده الروابط او المناطق المفصوله ما بين الاوكازاكي فراجمنت بيصير ارتباطها مع بعض البعض ووصلها مع بعض البعض بانزيم اسمه دي ان اي لايكيز، يعني الدي ان اي الرابط او اللاصق. طبعا هذا الستراند اللي تكون على شكل فراجمنت متقطعه بسميه لاجنج ستراند، خلينا نشوف الفيديو المتكون اللي بيتكلم عن عمليه الريبليكيشن وكيف بصير لاجنج وكيف بصير ليدنج ستراند. DNA is a molecule made up of two strands twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of four chemical bases represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. إذن الدبل ستراند دي ان ايه اللي اتكونت اشتغل عليها انزيم اسمه الهيليكيز انزيم، فكون منطقة هي بداية عملية الديناتوريشن ما بين الدبل ستراند، سموها ريبليكيشن فورك. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. إذن إنزيم اسمه البرايميز إنزيم هو اللي بيبدأ عملية البروسيس من خلال تكوين الـ RNA برايمر أو ارتباط أو عمل حاجة بنسميها الـ started point for replication. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously. The DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. بنفس الطريقة على اللاجنج ستراند بيجي البرايميز انزيم بيعمل إضافة للنيوكليوتايد بنسميها برايمر، بعدين بيجي الدي ان اي بوليميريز مخالف اللي اشتغل فوق هيعمل عملية الونجيشن. طبعا الونجيشن المفروض تكون في هذا الاتجاه من اليمين لليسار في اتجاه الريبليكيشن فورك، ولكن لأنه هنا الريبليكيشن فورك ما كملت للآخر والثري برايم أصلا مغلقة ما زالت محتلة، فبتمشي في اتجاه معاكس ولكن يبقى في نفس الدايركشن 5' 3', ولكن ما بيبدا من الاول من بدايه الستراند. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. بعد ما يكمل عملية الأوكازاكي فراجمنت فورميشن، لازم يتم استبدال الـ RNA primer اللي تكون بـ DNA sequence، لأنه ما بينفع يكون في عندي يو في الـ DNA، فبيجي الـ exonuclease as enzyme بدمر هذه الفراجمنت اللي سميناها برايمر في البداية، ويستبدلها الدي ان اي بوليميريز باستخدام البي سيكونس الخاصه بالدي ان اي. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. ولكن ليس نفس الدي ان اي بوليميريز، في دي ان اي بوليميريز خاص بالريبليكيشن، في دي ان اي خاص ب
عمليه الريبيرنج، هذه تعتبر عمليه ريبيرنج، وفي دي ان اي خاص بعمليه الفيلنج كمان، ممكن نصنفها ريبيرنج وممكن تصنفها فيلنج، ولكن كله يعتبر طالما في فجوه في الدي ان اي يعني ريبيرنج، ما فيش اي مشكله. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. في النهاية بيجي الـ DNA ligase بتمم إنه الدبل ستراند مرتبطين مع بعضهم البعض، فبيربط الدبل ستراند العلوي مع بعضه البعض والدبل ستراند السفلي مع بعضه البعض، بالإضافة إلى ربط الـ DNA sequence اللي تم استبدالها بدل الـ RNA primer مع الأوكازاكي وبشيك عليها بشكل نهائي. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. طبعا هذه العملية سماها semi-conservative زي ما حكينا في البداية، لأن one strand هو عبارة عن original strand و another strand هو new strand. أعتقد أنها وضحت عملية الريبليكيشن كيف بتتم، إيش الفرق بين leading strand واللاجينج strand، وليه ما بيصير continuously replication في lagging strand، لأنه ما بيصير replication في اتجاه replication، ما بيصير replication adding لنيوكليوتيد في اتجاه replication fork، وما بيبدأ عملية replication من بداية strand 3 prime، لأنه 3 prime بتكون ما زالت مشغولة مش free. تفسير بسيط ما بين الديفرنت بين بروكاريوت اند ايوكاريوت ريبليكيشن، انه في البروكاريوت only one point of original replication، في منطقه واحده بيصير فيها ريبليكيشن، بينما في الايوكاريوت ممكن يصير ريبليكيشن في اكثر من منطقه. ايوكاريوت سيل هاف مالتيبل بوينت اوف اوريجين، يعني عمليه الريبليكيشن لا تبدا الا في منطقه واحده في البروكاريوت، بينما في الايوكاريوت ممكن تبدا من اكثر من منطقه. Prokaryote occurs in two opposite directions at the same time and taking place in the cell cytoplasm. بينما في الايوكاريوت used unidirection replication within the nucleus of the cell. تحتاج unidirection for replication and بتحدث داخل الميتا داخل النواة، هذا في الايوكاريوت. في البروكاريوت تحدث في السيتوبلازم. The prokaryote cell process one or two type of polymerase تحتاج، بينما الايوكاريوت تحتاج الى اكثر من اربع انواع من الدي ان اي بوليمريز اللي احنا حكينا عنهم 14 نوع. لو انا قارنت ما بين الريبليكيشن اللي بيحدث في الايوكاريوت والبروكاريوت من حيث السرعه، فبلاقي الريبليكيشن also happened at more faster rate in prokaryote cell compared to eukaryote. يعني عمليه الريبليكيشن في البروكاريوت تعتبر اسرع من الايوكاريوت، عشان كده الخلايا البكتيرية أسرع في الانقسام، الخلايا البكتيرية أسرع في الانقسام من الخلايا الجسدية أو الخلايا تاعت الماميليا. بروكاريوت هاف نو إند تو سينثيز، ما فيش حاجة اسمها إند فور سينثيز، لأنه في الغالب بتكون سيركولار، فبيبدأ من نقطة وبرجع لنفس النقطة. بينما الأيوكاريوت also have a distinctive process for replacing the telomere and the end of their chromosome. تصل لمنطق معين تتوقف، بعدين بيبدا عمليه التلومير علشان يحافظ على الكروموزوم من التاكل ومن التناقص خلال عمليه الديفيجن. هذا الخاص بالمفارقه ما بين الدي ان اي ريبليكيشن في البروكاريوت واليوكاريوت. سؤال مهم، هل الدي ان اي يحدث له عمليه الدي ان اي ريبليكيشن تحدث بشكل تلقائي، ام لازم تاخذ تصريح من الخليه عشان تبدا عمليه الريبليكيشن؟ لازم تاخذ تصريح واذن، ما في حاجه اسمها شغل عشوائي او اوت اوف كنترول تحت مصطلح ريبليكيشن لايسنج. طبعا the initiation of DNA replication is tied regulatory by DNA replication lysing system. عمليه الريبليكيشن بتاعت الدي ان اي تخضع لنظام معقد جدا يسمى DNA replication lysing system so that it occur only once per cell cycle. حتى ما بصير إلا بعد ما تاخد السل إشارة أنها تبدأ في السل سايكل عشان تبدأ تهيئ العضيات، بعد كده تهيئ عملية الـ DNA replication في الأسفل. At an early stage of the cell cycle لازم تتكون مرحلة بنسميها pre-replication complex. Pre-RC اختصار a pre-replication complex is formed
and the chromatin become licensed for DNA replication. يعني لازم الخلية عشان تبدأ بالreplication تخش في مرحلة تدخل في مرحلة بنسميها pre-RC a pre-replication complex اللي بيصير فيها الكروماتين بياخد تصريح انه يدخل في عملية الreplication من خلال الريلاكسيشن وانه يصير less condensed. Formation of pre-RC is carried out by loading protein. طبعا هذه العملية pre-RC بتصير من خلال أربع أنواع من البروتينات أو أربع نقاط. النقطة الأولى تكوين الـ ORC وهي الـ Original Recognition Complex الـ ORC. النقطة الثانية تنشيط الـ CDC6 والـ CDT1. CDC6 هي عبارة عن الـ Cell Division Control Protein والـ CDT1 هي عبارة عن الـ Chromatin Lysing and DNA Replication Factor 1. هنعرف إيش هما كمان صيدين ثلاثة. بالإضافة إلى حاجة بنسميها الـ MCM وهي عبارة عن الميني كروموزوم مينتيننس. الميني كروموزوم مينتيننس as a protein complex. This MCM play a very critical role during DNA replication. هذه ثلاث أنواع من البروتينات اللي مهمة جدا. أو خلينا نسميها أربع أنواع إذا صنفنا الأول رقم 2 إلى نوعين. وهو عبارة عن CDC6 CDT1. First, ORC original recognition complex should be formation by binding the original then. يعني ORC هتتكون هتتنشط هترتبط بالoriginal site وهي مكان الreplication. بعد كده هتنشط كاسكيد من خلال تنشيط CDC6 والCDT1 اللي بيتصلوا مع بعضهم البعض من خلال ارتباطهم بمادة الكروماتين اللي من خلاله حينشط another protein هي الـ MCM 2-6. شو يعني MCM 2-6؟ MCM 2-6 يعني عندي 6 بروتينات 2 و3 و4 و5 و6 و7. يعني بمعنى آخر بيبدأ عندي الهيليكيز انزيم حيبدأ يشتغل يعمل partial dissociation partial denaturation للـ double strand DNA. هتتنشط الـ ORC هتنشط الـ CDC6 والـ CDT1 هيرتبطوا بالـ ORC. ارتباطهم هيؤدي إلى تكوين كومبلكس. الكومبلكس هذا ينشط الـ MCM بروتين من 2-6 علشان يتحملوا فوق هذه المنطقة. فكأنه بصير عندي جبل مكون من 3 طبقات. الطبقة الأولى الـ ORC فوقها بيجي الـ CDC6 زائد الـ CDT1 وفوقيهم بيجي في النهاية الـ MCM من 2-6 طبعا هدول كومبلكس بروتين. هذا الكومبلكس اللي تكون من 3 طبقات هي عبارة عن اللايسن اللي بيخلي الدي ان ايه يبدا يتضاعف. السيجنال اللي بتعطي تصريح للدي ان ايه انه والله الدي ان ايه ابدا في عملية التضاعف which is in turn dependent on the binding of CDC6. بمعنى اخر انه الام سي ام من 2-7 ما بترتبط الا اذا وجدت في كومبلكس بتكون من الـ ROC plus CD6 plus CDT1. هنشوفها كمان شوية بالرسمة. الـ MCM proteins اللي هو عبارة عن 6 وحدات are DNA dependent ATPs. يعني بمعنى آخر ما بيشتغل إلا إذا وجد ATP في الخلية. عشان كده بقول إنه عملية الـ replication عملية بتعمل consuming للطاقة. فبالتالي هو عبارة عن DNA dependent ATPs required for the initiation of eukaryote DNA replication. فبيستهلك الـ ATP من خلال الـ ATPs فبيؤدي إلى تضاعف المادة الوراثية. في الـ eukaryote هذا الـ MCM هو عبارة عن 6 وحدات 2 و3 و4 و5 و6 و7 عشان كده بسموها MCM من 2-7. They were firstly identified in the yeast. أول ما تم التعرف على هذا البروتين اللي سميته MCM 2-7 في اليست where most common them have a direct role in the initiation of chromosomal DNA replication by interacting directly. أول ما تم اكتشاف الست بروتينات هدول اللي تحت مصطلح MCM 2-7 تم اكتشافهم في اليست الخميرة وكان لهم function واضح جدا ومباشر جدا هو عبارة عن بداية عملية أو بدء عملية الريبليكيشن الخاصة بالمادة الوراثية الخاصة بالبكتيريا بالخميرة. الـ ORC الـ CDC6 والـ CDT1
1 are initial for loading MCM 2 ل 7 on the chromosome. يعني بدونهم بدون تكوين الجبل اللي من طبقتين مش حيجي ال MCM 2 ل 7 ويرتبط مع هذا الكومبلكس اللي بيعمل لي initiation في عملية replication. صورة بتوضح الكلام اللي أنا حكيته. هاي في عندي الدبل ستراند على اليسار DNA تيجي بترتبط الـ ORC صارت جزء من الدبل ستراند من خلال تفاعل مع جزيء ATP. طبعا هذا بنشط الكاسكيت من خلال ارتباط CD6 مع CDT1. طبعا هذا بنشط ارتباط الـ MCM2-7 بروتين من خلال ATPs عشان كده سموها Independent ATPs. صورة أخرى على اليسار في الـ G1 ارتبطت هذه الأوريجينال سايت ارتبط فيها الـ ORC. الـ ORC نشط CD6 و CDT1 ارتبطوا فيها ادوني كومبلكس. الكومبلكس هذا مجرد ما يتكون حينشط الـ MCM من 2 ل 6 وهو عبارة عن 6 وحدات حيديني كومبلكس نسميه Pre-RC اللي هي عبارة عن Started Signal for DNA Replication. شو CDC6؟ CDC6 هو عبارة عن اختصار للCell Division Control Protein 6 Homolog. طبعاً involved in the initiation of DNA replication. يساهم اختصار Cell Division Control Protein 6. Cell Division Control Protein 6. يساهم بشكل أساسي في بدء عملية الريبليكيشن من خلال ارتباطه مع الـ ORC والمساهمة في ارتباط الـ MCM 2 ل 7 مع هذا الكومبلكس. Also participate in the checkpoint control that ensure DNA replication is completely before mitosis is initiated. يعني ايه الوظيفتين؟ الوظيفة الأولى المساهمة في بدء عملية الـ DNA replication من خلال ارتباطه مع الـ ORC والمساهمة في تكوين الكومبلكس اللي بنسميها pre-RC. الشغلة الثانية انه يعمل كتشيك بوينت خلال الـ G1 يعمل كتشيك بوينت خلال عملية الانترافيز مما يساهم في التأكد من عملية تضاعف المادة الوراثية بشكل السليم والكامل قبل الدخول في الانقسام الميتوزي. هذا الأول. النوع الثاني CDT1 اختصار كروماتين لايسينج اند دي ان اي ريبليكيشن فاكتور 1. هذا البروتين encoding by this gene are involved in the formation of a pre-replication complex. يعني هذا البروتين هو الذي يساهم في تكوين الـ pre-replication complex اللي تعتبر مادة أساسية لتكوين وإتمام عملية الـ replication. يعني برجع بقول إنه عملية الـ replication ما بتبدأ إلا من خلال تكوين الكومبلكس اللي هو عبارة عن ORC مرتبط فيها CDC6 والCDT1 ارتبط فيها بعد كده الـ MCM من 2 ل 7. بدونهم مش هتبدأ عملية الـ pre-replication complex أو مش هتتكون، فبالتالي مش هتبدأ عملية الـ replication. The replication lysing system is mediated through tight regulation of the formation and activation of pre-replication complex by the level of cyclin-dependent kinase CDK. يعني عشان تبدأ عملية الـ replication لازم يصير في عندي ارتباط قوي وتفاعل قوي وتنشيط للبري ريبليكيشن كومبلكس من خلال ارتباطها مع كينيز بنسميه او سايكليك كينيز بنسميه CDK اختصار سايكلين ديبندنت كينيز سي سايكلين دي ديبندنت كي كينيز. الكينيز هو عباره عن انزيم والديبندنت يعني السايكلين بروتين، يعني بروتين السايكلين المعتمد على الكينيز. طب شو وظيفته هذا؟ هنشوف كمان شوية شو وظيفته. الوظيفة في الـ S phase، في الـ G1 phase، في الـ G2 phase مهم جدا. بدون ما يصير activation للـ pre-regulation أو pre-replication complex مش هيصير الـ amplification للـ DNA، مش هيصير الـ replication للـ DNA. طب كيف هيصير activation للـ pre-replication complex؟ من خلال ارتباطها وتنشيطها بفعل CDK cyclin dependent kinase. cyclin dependent kinase working as activator for cycle transition. cyclin dependent kinase بيعمل كاكتيفيتور منشط لانتقال الخلية من stage لآخر، من G1 لS، من S لG2،
من جي 2 لانقسام الميتوزي، من انقسام الميتوزي لانقسام السيتوبلازم. بدونه مش هيصير ومش هتتكمل عملية التضاعف. وتضاعف لازم يسبقها عملية تضاعف المادة الوراثية تحت مصطلح دي ان ايه ريبليكيشن في الاس فيز. So their kinase activity phosphorylate selected serine and threonine on a specific protein thereby activating this protein to carry out their function. يعني هذا الكيناز بدور على الأحماض الأمينية اللي سميتها أمينو أسيد ريزيديوال أو ريزيديو، اللي هي عبارة عن السيرين أو الثيريونين الموجودة في بروتينات معينة داخل الـ DNA، فبيعملها عملية أكتيفيشن علشان تقوم بالوظيفة المطلوبة منها. CDKs promote يبدأ ويحفز السيل سايكل بروجريشن عن طريق الفوسفوريليتنج كريتيكال داون ستريم سبستريت تو ألتر ذير أكتيفيتي. يعني هذا CDK وظيفته أو من أحد وظائفه أنه بيعمل على تحفيز الخلية للدخول في عملية الانقسام Promote Cell Cycle، يعني بحفز الخلية لتدخل في السيل سايكل. إيش هي السيل سايكل؟ عملية الانقسام. كيف بحفزها؟ من خلال عملية الفوسفوريليتنج لبعض السبستريت الموجودة downstream علشان يغير من نشاطه، وتغيير من نشاطه ممكن يخليها more active فبتكمل عملية الانقسام. طبعا الداون ستريم والاب ستريم هنتكلم عنها لما نبدأ نخلص عملية الريبليكيشن، إلها علاقة بالبوزيشن قبل الستارتد بوينت ولا بعد الستارتد بوينت، هنتكلم فيها إن شاء الله. CDKs are activated during late stage of G1. متى ينشط CDKs؟ ينشط CDKs وهو السايكلين ديبندنت كايناز، يتم تنشيطه خلال مرحلة متأخرة من الـ G1. والمرحلة الـ G1 زي ما تكلمنا هي المرحلة التي يتم فيها مضاعفة العضيات، where they eventually induced cell to progress through the cell cycle. They are inactivated during late mitosis. يعني CDK ينشط في نهاية الـ G1 عشان يدفع الخلية لإكمال عملية الانقسام ودورة حياتها، ويثبط في نهاية الانقسام الميتوزي. عشان كده الخلية بتكون خلصت دورة حياتها أو دورة الانقسام خلينا نسميها. إذا برجع بقول مرة تانية، CDKs C dependent أو cyclin dependent kinase ينشط في نهاية الـ G1، مما يدفع الخلية لإكمال دورة الحياة أو cell cycle منها الانقسام، ويثبط في نهاية الانقسام الميتوزي كإشارة إنه الخلية أنهت انقسامها الميتوزي. During the G1 cell cycle phase ORC binding to each origin first and then يعني يعمل recruit أو تحفيز أو حث to other protein called CDC6 and CDT1 for complete the function. إذا بمجرد تحفيز CDKs في نهاية الـ G1 هيدفع للـ ORC إنها ترتبط بعد كده في الـ original site، وهي الـ original site for replication، مما ينشط CDC6 والCDT1 انهم يرتبطوا بالORC لتكوين pre-replication complex. pre-replication complex طبعا ما بتكون pre-replication complex وما بيؤدي الى تنشيط الريبليكيشن الا اذا ارتبط الMCM بروتين من 2 ل 6 بالcomplex هذا، مما يؤدي الى تكوين الcomplex الاكبر المسمى ب pre replication complex. إذا البري replication complex يتم تكوينها بثلاث أو أربع نقاط. النقطة الأولى تنشيط CDKS في late stage of G1، مما يدفع ORC للارتباط بالoriginal site for replication، مما يحفز CDC6 والCDT1 للارتباط بالORC. هذا complex ينشط MCM 2 ل 7 للارتباط بهما، مما يؤدي إلى كومبلكس كبير يسمى البري ريبليكيشن كومبلكس، الذي من خلاله تبدأ عملية الريبليكيشن. سايكلينز المساهمة أربع أنواع، هي عبارة عن C1 S phase وهو عبارة عن binding CDKs at the end of G1 و بيكمل عملية
كومنت سيل تو دي ان ريبليكيشن، يعني بتنشط في نهاية الجي 1 وبوصل الخلية لمرحلة الدي ان ريبليكيشن في الاسفيز، بسميها سايكلين اي. يلي مباشرة السايكلين اي ينشط في الاسفيز من خلال تنشيط وبدء عملية الريبليكيشن. يلي سايكلين بي الذي ينشط في الانفيز من خلال بينت سي دي كيز immediately before amphase initiated early mitotic or meiotic even. السايكلين دي وهو عبارة عن G1 cyclines involved in progression through checkpoint in the late stage of G1. يعني في عندي أربع أنواع من السايكلينز E, A, P, D. الـ E ينشط في نهاية الـ G1 ويحفز الخلية للدخول في مرحلة الـ S، عشان كده بنسميه G1 S phase cyclines. سايكلين A مسؤول عن الـ S phase لبدء عملية الـ replication، عشان كده بنسميه S phase cyclines. سايكلين B مسؤول عن الميتا فيز او الام فيز في انقسام الميوزي او الميتوزي لاتمامه، فبنسميه ام فيز سايكلينز. سايكلين دي بيشتغل كتشيك بوينت في الجي 1 في نهايه الجي 1، عشان كده بنسميه جي 1 سايكلينز. هذه اهم انواع السايكلينز الموجوده في او المساهمه في الدي ان اي ريبليكيشن تحت مصطلح سي دي كي سايكلين dependent kinase as enzyme. طبعا بالنسبة للduplicate unwinding at replication fork الDNA as enzyme DNA helicase هو عبارة عن انزيم هو المسؤول انه يعمل partially separation partially denaturation for DNA، فبيحوله من double strand الى single strand وهو بيعمل consuming للطاقة، عشان كده هو مستهلك للطاقة. The progressively catalyzed the transition from double strand to single strand DNA in the direction of movement هو replication fork. عشان كده الهيليكيز بيمشي من اتجاه على سبيل المثال اليمين لليسار، هذا الاتجاه بنسميه replication fork. Replication fork ولازم يصير عملية الreplication في هذا الاتجاه، عشان كده بنلاقي leading strand بيمشي مع replication fork. The eukaryote enzyme excited as complex consists of subunit with DNA polymerase activity, subunit necessary for assembly and two small protein that together provide primase activity. طبعا في الايوكاريوت عملية الريبليكيشن مختلفة إلى حد ما، تحتاج إلى انزيمات مخالفة، بتحتاج إلى برايميز أيضا مختلف، هنشوفها بالرسمة إيش طبيعة الانزيمات الموجودة في في البروكاريوت، بحكي على البروكاريوت تحتوي على انزيمات مخالفة عن الانزيمات الموجودة في الايوكاريوت، تحتوي على برايميز مخالف على البرايميز الموجود في البروكاريوت. ايضا في الايوكاريوت هناك بعض الانزيمات المهمة التي تساهم في عملية الريبليكيشن زي البرايميز انزيم، زي الهيليكيز انزيم، زي الاكزونيوكليز. البرايميز هو اللي بيصنع البرايمر، والهيليكيز اللي بيعمل ديناتوريشن بارشالي بيكون البريكيشن فورك، وفي عندي الاكزونيوكليز اللي بيعمل ريبليسمنت للار ان اي برايمر بالدي ان اي سيكونس. The complex is usually referred to poly A primase. يعني اللي بيصنع البرايمر هو عبارة عن كومبلكس من انزيم من تو انزيم. الانزيم الاول اسمه دي ان اي بوليميريز الفا، والانزيم الثاني هو البرايميز. فالبرايميز بلس دي ان اي بوليميريز الفا بيكون وان كومبلكس مسؤول از وان انزيم مسؤول عن تكوين البرايمر اللي هو بيعمل كستارتد بوينت فور دي ان اي ريبليكيشن. البولي اي اند برايميز انزيم هيرتبط مع الكومبلكس وبيبدا يصنع شورت فراجمنت من الدي ان اي او من الار ان اي تسمى برايمر. ابروكسيماتلي 10 بيز اوف ار ان اي فولود باي 20 تو 30 بيز اوف دي ان اي، كلاهم مع بعض بنسميه انيشيتور دي ان اي، انيشيتور دي ان اي. اذا البرايمر اللي بيبدا عملية من خلاله بتبدا عملية الريبليكيشن هو عبارة عن ناتج لتو انزيم وركينج، البرايميز والبولي اي، دي ان اي بوليميريز الفا والبرايميز. This both enzyme working together to
repair complex بولي الفا يعني دي ان اي بوليمريز الفا سلاش برايميز. البرايميز وظيفته انه يكون شورت سيكونس من الدي من الار ان اي 10 بيز بير، والدي الدي ان اي بوليمريز الفا يكمل عليه من 10 ل 20 سيكونس من الدي ان اي. هذا الكومبلكس ال 20 زائد 10 بنسميها انيشيتور دي ان اي اللي بناء عليها بيشتغل الدي ان اي بوليمريز دلتا وجاما وابسلون وبيكون لي عملية الريبليكيشن. بدونه ما في حاجة اسمها ريبليكيشن. سنكتفي بهذا القدر في محاضرة اليوم على أمل أن نكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله. دمتم في حفظ الله.